السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بي ام مارك. هنا في الفيديو هذا غادي نحاول أن نتوجه لتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية. بالنسبة لهذا الفيديو هذا غادي نحاول من خلاله أننا نقوم بالتصحيح إلى واحد الامتحان الوطني اللي كذلك تم إجراؤه في ظروف خاصة، واللي هو الامتحان الوطني لسنة 2011. الامتحان الوطني لسنة 2011 طبيعة الحال كما يعلم الأغلبية أنه كان في ظروف استثنائية، كانت السنة كذلك شهدت مجموعة من التوقفات خلال السنة الدراسية، وبالتالي الامتحان الوطني لسنة 2011 تم إجراؤه منقوصا من دروس المعادلة التفاضلية، الهندسة الفضائية، وكذلك الدرس ديال الاحتمالات. وعادة بطبيعة الحال كنلقاو في الامتحانات الوطنية الأخرى أنه كيكون عندنا دائما التمرين الأول ديال الهندسة الفضائية والتمرين الثالث ديال الاحتمالات. بطبيعة الحال هنا هذا الامتحان هذا اللي سنة 2011 شكل استثناء، بما أننا أيضا حاليا في ظرفية استثنائية بسبب الوباء ديال كورونا. فبطبيعة الحال المستجدات اللي كانت مؤخرا وهو أنه سيتم إجراء الامتحان الوطني في الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل توقف الدراسة يوم 14 مارس. بالتالي فاحنا بالنسبة للتلاميذ تاع العلوم التجريبية أمام امتحان وطني اللي ما غاديش يكون تضم كذلك الاحتمالات، وما غاديش يكون تضم الهندسة الفضائية. بطبيعة الحال غادي يبقى لنا بالنسبة للدرس ديال الحساب التكاملي، غادي يكون يعني احتمال أنه يكون ولا ما يكونش، يعني على حساب بطبيعة الحال يعني الدرس اللي غادي يكون توقفوا فيه الأساتذة في جميع ربوع المملكة. فاحنا بطبيعة الحال باش نكونوا قراب شي شويه من هاد التوجيهات وهاد التجهيز للامتحان الوطني اللي غادي يكون غادي يمر في شهر جوليوز، غادي نحاولوا انه في هذا الاطار هذا نصحوا الامتحان ديال سنه 2011 اللي هو كذلك امتحان اللي قام كان كما قلنا في ظرفيه استثنائيه، يعني تقريبا مشابهه للظرفيه اللي عندنا. بطبيعة الحال ماشي نفس السبب، ولكن بطبيعة الحال نفس النتيجه، لانه في نهايه المطاف كان كذلك بالنسبة لسنة 2011 كان امتحان وطني منقوص من دروس الهندسة الفضائية والاحتمالات اللي كتكون عادة في الامتحانات الوطنية اللي كانت قبل، وحتى الامتحانات الوطنية اللي جات من بعد. فبالنسبة للامتحان الوطني ديال 2011 التمرين الأول ديالو كان يعني على جوج ديال النقاط فاصلة خمسة، والسؤال الأول هو مطلوب أننا نديرو الحل ديال معادلة في R. طبيعة الحال كنا كنعرفو كيفاش نديرو الحل ديال المعادلة الدرجة الثانية، إما كنقوم بالحل ديالها عن طريق التعميل أو لا كنقوم بالحل ديالها عن طريق المميز. طبيعة الحل التعميل ماشي دائما كيكون ممكن أننا نديرو به الحل ديال المعادلة، كيبقى المميز هو الطريقة العامة، الطريقة الصالحة في جميع المعادلات من الدرجة الثانية. فالمعادلة اللي عندنا اللي مطلوب منا نديرو الحل ديالها هي x أس 2 زائد 4 x ناقص 5 يساوي 0 مع x ينتمي إلى R. إذا هنا غادي نحسبو دلتا. بطبيعة الحال كلشي كيعرف كيفاش يحسب دلتا، كنديرو يعني إلا عندنا واحد المعادلة على شكل ax أس 2 زائد bx زائد c يساوي 0، فإن المميز ديالها لو ديسكريمينون دلتا هو b أس 2 ناقص 4 في a في c. يعني كناخدو العدد اللي المعامل ديال اكس كنرفعو ل اس 2 كنقص منو 4 في معامل اكس اس 2 مضروب في العدد سي، يعني في هذا العدد ذلك كيكون هنا بوحدو. فهنا غادي نطبق هذا التعريف ديال دلتا على هذه المعادله اللي عندي هنايا. عندي هنايا بي هو 4، اذا غادي ندير هنا 4 اس 2 ناقص 4 في 1، لان يعني عندي هنا المعامل هو 1 في ناقص 5، هنا عندي هنا ناقص 5، وغادي نحسب النتيجة اللي غتخرج ليا. عندي هنايا 4 أس 2 يعني 16، عندي ناقص في ناقص هي زائد، و 4 في 5 هي 20. إذا في نهاية المطاف غتعطيني 36. كما كنعرفو دائما أنه بالنسبة لحل ديال المعادلة من الدرجة الثانية في R إلا حسبنا المميز سي أون كالكولي لو ديسكريمينون كيكون عندنا توجور 3 كا بوسيبل، يا إما كيكون عندنا لو ديسكريمينون بوزيتيف أو لا نول أو لا نيجاتيف، يعني إما كيكون عندنا المميز موجب أو لا منعدم أو لا أصغر من صفر. إذا في هذه الحالة هذه عندنا المميز ديالنا أكبر قطعا من صفر، إذا عندنا جوج ديال الحلول. أنا غادي نكتبو هنايا، إذا المعادلة تقبل حلين حقيقيين مختلفين
حالين حقيقيين مختلفين نقدروا نسميهم اكس واحد و اكس اثنان حيث فرنسية كنقولوا بأنه ليكواسيون أدمي دو سوليسيون غيال ديفيرون لا ديستينك اللي هما اكس 1 و اكس 2 تلك اكس 1 بيان سور غادي يكون هو ناقص بي دائما الحل الاول هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على اثنانها دائما الحل الاول في الحالات اللي كيكون دلتا بوزيتيف دلتا بوزيتيف كيكون عندنا اكس 1 موان بي موان راسين دلتا على جوج ا كيكون عندنا اكس 2 هو موان بي بلوس راسين دلتا على جوج ا صافي اذا هنا غادي نطبقوا هذا الشيء هذا اكس 1 غادي يكون عندنا هو ناقص بي عند كانت بي هو 4 اذا غادي تاخذ ناقص 4 ناقص جذر دلتا اللي هو هنا جذر 36 على جوج مضروبه في ا اللي هي 1 اذا يساوي غادي نحسب هذا الشيء هذا عندي ناقص 4 ناقص جذر 36 هي 6 على جوج ناقص 4 ناقص 6 ناقص 10 على جوج هي ناقص 5 اذا الحل الاول هو ناقص 5 غنجي للحل الثاني اكس 2 هو ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 ا اذا غتعطيني هي ناقص 4 زائد 6 على جوج ناقص 4 زائد 6 بهذا الحل هي جوج جوج على جوج غتعطيني هي 1 اذا هنا الحل الحلين ديال هذه المعادله هما ناقص 5 و 1 اذا هذه هي النتيجة اللي كنا كنتظروا منذ البداية واضح إذا بالنسبة لهذه المعادلة هذه المعادلة من الدرجة الثانية وباش تأمن نجدها مشترك علمي كنعرفوا كيفاش نديروا الحل ديال المعادلة من الدرجة الثانية باستعمال المميز هنا كان هذا السؤال رقم واحد ألف السؤال رقم واحد ألف فأنا غادي نمر للسؤال ذا السؤال ده نفس السؤال سؤال رقم واحد وغادي نتكلموا على الجزء الثاني ديال السؤال اللي هو ب اذا هنا مطلوب منا ان نديروا الحل ديال واحد المعادله اللي هي المعادله ln x او كاري زائد 5 يساوي ln x زائد 2 زائد ln 2 x طبيعه الحال قالوا لنا بان الحل يجب ان يتم على المجال صفر زائد ما لا نهايه قالوا لنا بانه الحل يجب ان يتم على هذا المجال هذا طبعا الحل الاختيار ديال هذا المجال هذا راه ماشي جاء عشوائيا هذا هو اللي كيتسمى مجموعه التعريف ديال هذه المعادله هذه المعادله حتى هي كيكون عندها مجموعه تعريف شنو هي مجموعه التعريف ديال المعادله هي المجموعه اللي كتكون متحققه فيها المعادله اللي كتكون المعادله فيها عندها واحد الكتابه اللي هي صحيحه رياضيا نفترضوا حنا مثلا انه ما عطاوناش هذا المجال هذا اي معادله بغيتي دير الحل ديالها تيخصك قبل ما تبدا الحل ديالها تحدد لها مجموعه التعريف ديالها بحال الداله العدديه المعادله خصك تحدد لها مجموعه التعريف ديالها تسمى الدومين دو ديفينيسيون ديال ليكواسيون فاش كينفع لي هذا الدومين دو ديفينيسيون كينفع لي من بعد في النهايه بانني نحدد الحلول لانه ملي كنحدد بانه مثلا بحال هذه المعادله هذه عندنا بانه مجموعه التعريف ديالها هي صفر زائد ما لا نهايه اذا الحلول كلهم خصهم يكونوا في هذا المجال صفر زائد ما لا نهايه اذا الا مشيت حتى الاخر ولقيت بانه كاينين شي اعداد اللي كيحققوا هذه المعادله هذه وما تنتميوش لهذا المجال صفر زائد ما لا نهايه اذا ما يمكنش تعتبروا حلول لانهم ما كيحققوش جميع الشروط اللي متعلقه بهذه المعادله هذه دابا السؤال اللي غيتبادر للذهن نفترضوا مثلا حنا انه ما قالوش لنا هما مجموعه التعريف ديال المعادله يعني نفترضوا ان السؤال تطرح لنا بصيغه اخرى انه مثلا قالوا لنا حل في اخ المعادله ln x كار زائد 5 يساوي ln x زائد 2 زائد ln 2 x انا قبل ما ندير يديا في المعادله تيخصني هو الاول نحدد مجموعه التعريف ديالها اذا غادي نقول ليه هنايا قبل ما نبدا ليكون x ينتمي الى d دو e عفوا ليكون x ينتمي الى r وهذه مثلا هذه المعادله هذه نسميوها مثلا e هذه المعادله هذه صافي اذا غادي نقول x ينتمي الى d دو e دابا هذه الخدمه هذه اللي كنديروا حنا هنايا راه ماشي انت مطالب انك ديرها في هذه الحاله هذه لانه في هذه الحاله هما حددوا لك مجموعه التعريف حددوا لك يعني مجموعه التعريف ديال المعادله حنا هنا كنقولوا مثلا كون قالوا لنا حل المعادله في اغ يعني خلاوها مبهمه ما عطاوناش المجال فاش غادي نديروا الحل دونك هنا قلنا اكس ينتمي الى دو كنجي كنشوف بحال كنحدد مجموعه التعريف ديال شي داله عدديه كنجي كنشوف جميع التعابير اللي عندي في هذيك ليكواسيون امتى غادي تكون صحيحه امتى غادي تكون متحققه هنا خصنا اكس كاري زائد 5 خصو يكون موجب قطعا اكس كاري زائد 5 خصو يكون موجب قطعا علاش لانك كتكلم على الان اي حاجه بغات تكون في وسط منه خصها تكون موجبه قطعا اذا هنا اكس كاري زائد 5 خصو يكون موجب قطعا غادي نزيد عليها شرط اخر اللي خصو يكون تا هو متحقق في نفس الوقت الرابط دائما غادي يكون هو
علاش؟ لانك كتكلم على شروط اللي يجب ان تتحقق في نفس الوقت، لانك كتنتمي كلها لنفس التعبير، لنفس المعادله. هنا اكس زائد اثنان سيكون اكبر قطعا من صفر حتى هو، وهذا اثنان اكس حتى هو سيكون اكبر قطعا من صفر، علاش؟ لانهم كلهم جاو تحت من الاعلاني، جاو كلهم وسط من الاعلاني. اذا هنا غادي ندير يكافئ. هذا الشرط هذا متحقق بالنسبه لجميع الاعداد الحقيقيه، اذا هو تحصيل حاصل، ما غاديش نتكلموا عليه. علاش؟ لانه دائما اكس او كاري يكون موجب، اذا زدنا عليه 5 غادي يولي موجب قطعا، اذا هذا ما بقيناش كنتكلموا عليه. هذا غادي يعطينا بان اكس اكبر قطعا من ناقص 2، وهذا غادي يعطينا بان اكس اكبر قطعا من 0. دابا غادي نجي ندير المستقيم العددي باش نقدر نحدد يعني المجال اللي كنتكلم عليه. إذا درت المستقيم العددي، هنا عندي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، ندير هنا ناقص 2 وندير هنا 0. إذا الشرط الأول اش كيقول لي؟ كيقول لي ودي خص يكون عندي إكس أكبر قطعا من ناقص 2، لأنه إكس خص يكون هنا، صافي. والشرط الثاني كيقول لي بأن إكس خص يكون أكبر قطعا من 0، يعني أنه إكس خص يكون هنا. إذا أنا شنو كنجي كندير؟ كنجي كنشوف بما أن الرابط عندي هو هو، خصني نجي نشوف المجال اللي كيتحققوا فيه هذوك الشرطين بجوجهم في نفس الان في نفس الوقت. غنلاحظ بان هذا الشيء كيوقع في المجال صفر زائد ما لا نهايه، لانه على هذا المجال هذا كنلاحظ بانه متحقق عندي الشرط الاول ومتحقق عندي كذلك الشرط الثاني، هذول كيتسمى التقاطع ديالهم. اذا التقاطع غادي يعطيني بطبيعه الحال في نهايه المطاف اكس ينتمي الى المجال صفر زائد ما لا نهايه. اذا حنا هنايا علاش كنتكلم؟ علاش كنتكلم هنايا؟ كنتكلموا على ان تي دو او شنو هي؟ هي المجال صفر زائد ما لا نهايه. تي دو او هي المجال صفر زائد ما لا نهايه، لان مجموعه التعريف ديال هذه المعادله هذه راه هي المجال صفر زائد ما لا نهايه. تفهمنا؟ هو المجال اللي عطاونا هو، يعني هنا خسروا عندنا بزاف ديال الطريق، ولكن نردوا البال، راه الا ما كانوش عاطينا المجال اللي غنديروا فيه حنا الحل ديال المعادله، خصنا ضروري نحددوا المجموعه ديال التعريف ديال المعادله. ما كنديرش الحل ديال المعادله غير هكاك نهائيا، عمرنا ما كنديرو الحل ديال المعادله بشكل اللي هو مباشر قبل ما نحددو مجموعه التعريف ديالها، صافي. اذا هنا غادي نمر، غادي نحيدو هذا الشيء هذا، لانه علاش درتو؟ درتو باش نبين لكم بانه الطريقه كيفاش ممكن انكم تحددوا هذه المجموعه هذه اللي عطاونهم هنا. فهنايا غادي نبدا ندير الحل ديالي بشكل اللي هو عادي. غادي نحاول باش يكون عندنا شويه السباس، غادي نمسح هذا الطرف هذا، غادي نديرو الحل ديالنا بشكل اللي هو عادي. شنو معنى هذا الحل بشكل عادي؟ يعني غادي نديرو أول حاجة غادي نقولو ليكون إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا غادي نكتب هنايا ln إكس أس 2 زائد 5 يساوي ln إكس زائد 2 زائد ln 2 إكس يكافئ. وغادي نبداو نديرو الحل ديال المعادلة. هنا ما عندنا ما نديرو، غادي نخليوها ln إكس أس 2 زائد 5 يساوي. هنا عندنا خاصية مهمة بالنسبة للآلام بطبيعة الحال، بالنسبة للجداء ديال المجموع ديال الجوج ديال الآلام كنقدرو نحولوه إلى جداء. يعني غادي نديرو هو ln ديال هذا التعبير هذا اللي هو إكس زائد 2 مضروب في هذا التعبير هذا اللي هو 2 إكس، نحولناه إلى ln ديال الجداء. هذا يكافئ طبيعة الحال. حنا دائما راه خصنا نردو البال بأنه عندنا شنو؟ عندنا دائما إكس ينتمي إلى زيرو بلس لانفين. إذا غادي ندير هنايا ln إكس أو كاري زائد 5 يساوي، وهنا غادي ندير النشر، غادي يعطيني ln ديال 2 إكس أس 2 زائد 4 إكس كافئ. طبيعة الحال حنا كنعرفو بأنه إلا عندنا إلا عندك دائما ln ديال إكس تساوي ln ديال إيكغاك، فهذا يكافئ أن إكس يساوي إيكغاك، هذه معروفة. سواء كان عندك ln ديال إكس تساوي ln ديال إيكغاك تقدر تقول بأن إكس تساوي إيكغاك، والعكس إلا عندنا إكس يساوي إيكغاك، إذا ln ديال إكس يساوي ln ديال إيكغاك، هذه راه خاصية معروفة بالنسبة للآلام. إذا هذا الشيء كيعني بأن إكس أس 2 زائد 5 باش نتخلصوا من الآلام يساوي 2 إكس أس 2 زائد 4 إكس. واضح؟ إذا هنا ولينا كنتكلموا على معادلة من الدرجة الثانية. فهنا غادي نحول هادشي للطرف الآخر، غتبقى عندك هنايا 2 إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 زائد 4 إكس ناقص 5 يساوي 0. فهنا
اثنان اكس سيجنا ناقص اكس سيجنا هي اكس سيجنا زائد 4 اكس ناقص 5 تساوي صفر. هنا شنو غادي تلاحظ؟ هنا غادي تلاحظ بانه حنا كنتكلموا على المعادله اللي كنا درنا الحل ديالها في السؤال الف، هي نفس المعادله، وكنا شلنا بانه بطبيعه الحال كنا شلنا بانه الحلول ديال هذه المعادله هذه في اغ هي بطبيعه الحال ناقص 5 و 1. حنا هنا ملتزمين بان اكس ينتمي الى المجال صفر زائد ما لا نهايه. هنا هذا الالتزام ديالك اللي التزمت انت بان اكس ينتمي الى صفر زائد ما لا نهايه، هنا علاش تكلمنا في البدايه انه خصنا ضروري نحطوا مجموعه التعريف. هنا دابا هذا التعبير هذا كيعني بانه اكس يا اما كيساوي ناقص 5 او لا اكس يساوي 1، ولكن انت عندك اكس ينتمي الى صفر زائد ما لا نهايه، واش باقي مازال ممكن يكون اكس يساوي ناقص 5؟ بطبيعه الحال هذا الاختيار ما بقاش، الاختيار الوحيد اللي بقى عندك هو ان اكس يكون يساوي 1. اذا هنا غادي دير يكافي x يساوي 1 مباشرة، غدير x يساوي 1 لأنه عندك أنت بأنه x يساوي ناقص 5، ما يمكنش لأنه أنت خدام في الجهة اللي هي موجبة وناقص 5 عدد اللي هو سالب. صافي، كاين طريقة أخرى باش نقدروا نكتبوا هذا الشيء هذا، هو أنه عوض ما نكتبوا هذا التعبير هذا ديال x ينتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية في البداية الفوق، كنبداو بهذا الشكل هذا، يعني كنكتبوا هذا التعبير هذا وكنكتبوا حداه هو اكس ينتمي الى صفر زائد ما لا نهايه، كنبقاو نكتبوها هنا يعني في كل مره كنكتبوا المتساويه اللي عندنا وكنكتبوا حداها اكس ينتمي الى صفر بلس لافي في كل مره في كل مره في كل مره، ففي نهايه المطاف يعني كتوصل نفس النتيجه، يعني تبقى هي الطريقه ديال الكتابه، يا اما كنكتبوها في البدايه يا اما كنبقاو نكتبوها كل مره. يعني اش كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها بانه حنا ماشي كناخذوش بعين الاعتبار فقط غير هذه المتساويه هذه، راه كناخذوا كذلك بعين الاعتبار ان اكس ينتمي الى صفر زائد ما لا نهايه، باش في الاخير ملي غادي نلقاو هذا التعبير هذا ما غاديش ناخذوا جميع الحلول اللي كاينه في ا، غادي نبقاو ملتزمين بهذاك المجال اللي حنا خدامين فيه اللي هو صفر زائد ما لا نهايه. واضح؟ اذا هنا لونسومبل ديال لي سوليسيون هو العدد 1 بالنسبه لهذه المعادله هذه، اذا العدد الوحيد اللي كيحقق هذه المعادله هذه هو العدد العدد 1 بطبيعه الحال. فهنا الان غادي نقومو في السؤال الثاني بالحل ديال المتراجحه اللي عندنا كذلك في مجال صفر زائد ما لا نهايه. المتراجحه هذه هي ln x ln x زائد ln x زائد 1 اكبر من او يساوي ln ديال x يساوي 2 زائد 1. طبيعة الحال عطاونا ان x ينتمي الى صفر زائد ما لا نهايه، وهنا غادي نعاود نكرر الملاحظه اللي قلت بالنسبه للمعادلات كذلك بالنسبه للمتراجحات. قبل ما دير الحل ديال المتراجحه خصك تحدد مجموعه التعريف ديال هذه المتراجحه في حالتها ما كانتش معطيه، يعني هنا في حاله تكون كان السؤال هو حل في اغ المتراجحه التاليه، فهنا خصك قبل ما تبدا دير الحل خصك هو الاول تحدد مجموعه التعريف ديال هذيك المتراجحه. هنا عطاونا مجموعه التعريف ديال المتراجحه، وهي بنفس الطريقه اللي ممكن ان اللي حددنا بها مجموعه التعريف الاولانيه هي اللي ممكن نحددوا بها مجموعه التعريف ديال المتراجحه هذه. يعني كنخدموا بحال كنخدموا على شي داله عدديه، يعني كتحاول تلقى القيم ديال الاكس اللي كيخليو هذاك التعبير اللي عندك يكون تعبير صحيح. هذا هو معنى مجموعه التعريف، سواء بالنسبه للمعادله بالنسبه للداله بالنسبه للمتراجحه، راه مجموعه التعريف هي المجموعه ديال الاعداد الحقيقيه اللي كتخلي هذاك التعبير كيف ما كان هذاك التعبير اللي عندك تتخليه يكون عنده واحد الكتابه اللي هي صحيحه رياضيا، يعني اللي ما فيهاش مشكل. فهنايا باش نديرو الحل ديال هاد المتراجعة هادي غادي نمشيو بنفس الطريقة اللي درنا بها الحل ديال المعادلة. غادي نبداو بداية ليكون إكس ينتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية، فهنا اللي كتبتها هنايا راه كنكون تهنيت منها، يعني كنكون حيدتها عليا، وإلا فكما قلنا في المرة الفايتة كنبقاو نكتبوها في كل مرة، يعني في كل سطر كنعاودو نزيدوها كشرط أساسي. فهنا غادي نكتب ألان إكس زائد ألان x زائد 1 اكبر من او يساوي ln x يساوي 2 زائد 1 يكافي هنا بطبيعة الحال. غادي نبداو اول حاجه غادي نلاحظوها هو اننا هنا ممكن نخدمو بالقاعده اللي خدمنا بها قبيله، يعني نفس القاعده ديال ln x بلس ln y ايكال ln x فوا y. دونك تعطيني هنايا ln ديال x عامل ل x زائد 1 اكبر من او يساوي ln x يساوي 2 زائد 1، اذا يكافئ
وهنا غادي ندير النشر ديال هذا الشيء هذا اللي كاين الوسط، غادي ندير ln ديال x استثناء زائد x اكبر من او يساوي ln x استثناء زائد 1. اذا يكافئ، طبيعة الحال هنا غادي ندير واحد القاعدة اللي هي مهمة بالنسبة للآلان، وهنا كنعرف بأنه إذا كان عندي باش ندير صفة عامة، إذا كان x أكبر من أو يساوي y فإن هذا يكافئ أن ln x أكبر من أو يساوي ln y. طبيعة الحال لكل x و y ينتميان ل R زائد نجم، في كل x و y ينتميان الى r زائد نجمة، وغادي يكون عندنا اذا كان x اكبر من y فان ln x اكبر من ln y، يعني اننا كنحافظ على نفس الترتيب بالانتقال من الاعداد الى صورها باستعمال ln، وكذلك العكس لان عندنا هنا تكافؤ بالعكس. ممكن كذلك ندخلوا الاكسبونونسيال لان هو الداله العكسيه ديال ln، ممكن كذلك ندخلوها، ولكن هنا كنكتفي بهذه القاعده هذه اللي كنعرفوها في الاتجاهين معا، يعني ملي كيكون عندنا تكافؤ اذا حنا كنتكلموا على الاتجاهين ما عندنا هنا ما يحتاجش تعاود تزيد سطر اخر تكتب الاكسبونونسيال ديال ln كذا اكبر من اكسبونونسيال ln كذا عاد باش من بعد نخليو هادشي اللي هنا مع هادشي اللي هنا. يكفي اننا نطبقوا هذه القاعده هذه لانها صحيحه في الاتجاهين معا، لان ln هو داله يعني تقابل، يعني هو تقابل، بالتالي هذه صحيحه في الاتجاهين معا. فهنا غادي نكتب بطبيعه الحال هنا غادي نكتب بانه عندي x استثناء زائد x، ونحتفظ بنفس الترتيب x استثناء زائد 1. فاذا من بعد هنا هنايا غادي نديرو، يعني غادي يمشي لنا x استثناء مع x استثناء، غتبقى لنا x اكبر من او تساوي 1. حتى بالنسبه للمتراجعات هذيك النتيجه النهائيه اللي كتلقاو راه دائما كتكون مرتبطه مع داكشي اللي كاين عندك انت الفوق تما، لانه هنا قلتي بانه x اكبر من او يساوي 1، ما تنساش بانك انت راك كتقول بانه x ينتمي كذلك الى المجال 0 زائد ما لا نهايه. وطبيعه الحال هذه راه ممكن انك كما قلنا الا ما كتبناهاش هنا ممكن انا نبقاو نزيدوها في كل مره هنا، يعني هنا مثلا عوض اننا نكتبوها هنا نكتبوا هنايا x ينتمي الى 0 زائد ما لا نهايه، هنا x ينتمي الى 0 زائد ما لا نهايه، هنا كذلك هنا كذلك. ففي نهاية المطاف كتلقى جوج ديال الشروط، انت ما عندكش شرط واحد، عندك جوج ديال الشروط، إكس خصو يكون أكبر من واحد، وفي نفس الوقت خصو يكون ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، وكتشوف فين كاين التقاطع ديال هذوك الشرطين اللي عندك. بحال المثال اللي حنا هنايا عندنا إكس أكبر من أو يساوي واحد، وفي نفس الوقت إكس أكبر من صفر، إذا التقاطع ديالهم هو المجال واحد زائد ما لا نهاية. إذا غادي نقول بأن إكس ينتمي إلى المجال واحد زائد ما لا نهاية. بالتالي فمجموعة ديال الحلول ديال المتراجحة هي مجموعة الأعداد الحقيقية المنتمية للمجال واحد زائد ما لا نهاية مفتوح أو لا مغلق، مغلق عفوا من جهة واحد، هنا عندنا هنايا أكبر من أو يساوي، يعني هنا غادي يكون المجال مغلق بطبيعة الحال، مجال مغلق من طرف ديال واحد بطبيعة الحال، لأنه هنا هنايا أكبر من أو يساوي واحد. إذا دائما بالنسبة للحل ديال المعادلة ديال المتراجعات فخصنا نتدربوا عليه بطبيعة الحال، لأنه ما عرفناش دابا بأنه بالنسبة بالنسبه للامتحان اللي غادي يكون عندنا دابا الامتحان الوطني ديال 2020، بما انه غادي يقتصر فقط على الدروس اللي تم انجازها قبل من 14 مارس، فممكن انه يحتوي على اسئله بحال هذا الشكل هذا، اذا خصنا نتمرنوا عليها خصنا نتدربوا عليها. وهنا فين كاين الصعوبه شي شويه ديال هذا الامتحان الوطني ديال السنه هذه، هو انه غادي يكون خارج شويه على المالوف، وهذا هو اللي خلق الارتباك حتى بالنسبه للامتحان الوطني ديال سنه 2011، خلق الارتباك بالنسبه لمجموعه من التلاميذ لانه كان يعني خارج شويه على هذا، خارج شويه على السياق ديال الامتحانات الوطنيه السابقه اللي سبقاتو. فهنا خصنا نوجدوا لرسنا لجميع السيناريوهات، وخصنا نكونوا ضابطين جميع الانواع ديال الاسئله. هذه فرصه باش اننا نشوفوا من الطريقه باش كنديروا الحل ديال المعادلات والمتراجعات. اللي كيهم في الحل ديال المعادلات وديال المتراجعات ماشي فقط انك تطبق القواعد ديال الان او ديال الاكسبونونسيال، بل كذلك انك تكون عندك القدره على انك يعني تضبط هذه المسائل هذه، يعني ديال المجالات وديال مجموعه التعريف ديال المعادله ديال المترجحه الى اخره. فدائما انت في المعادله ولا في المترجحه كتكون كتخضع لجوج ديال الشروط، كتكون كتخضع للشرط ديال مجموعه التعريف اللي وضعها لك مجموعه التعريف ديال المعادله او ديال المترجحه، وكتخضع كذلك للشرط اللي عندك انت في الاخر اللي توصلت ليه في الاخر. فهنا هذه المساله هذه خصنا نردوا لها البال، خصنا نتبعوا لها بشكل اللي هو كبير. ف يعني هذه هي المسائل اللي بغيت نتكلم عليها.
بالنسبه لهاد التمرين هذا. اذا هذا هو التمرين الاول بالنسبه للامتحان الوطني ديال سنه 2011 يعني الثوره العازله. في فيديوهات مقبله بطبيعه الحال غادي نكملوا التصحيح ديال هذا الامتحان الوطني الاستثنائي ديال سنه 2011 للثوره العازله. بقيه التمارين ديال هذا الامتحان هذا، التمرين الثاني متعلق بالمذكرات العازله، وكذلك التمرين الثالث متعلق بالاعداد العقديه، وثم اخيرا التمرين الرابع اللي هو المساله ديال الدراسه الداله العدديه. فالى هنا غادي ينتهي هذا الفيديو هذا المخصص للتمرين الاول. الى اللقاء في الفيديوهات المقبله ان شاء الله.